فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأت آية سجدة في الصلاة وسجدت وقمت من السجود وأنا إمام، فهل يجب علي أن أقرأ آيات أخر ثم أركع، أم يجوز لي أن أركع مباشرة؟ تكبر الصلاة، ما تقوم بدون تكبير، تكبر. فإذا كبرت أنت بالخيار، إن شئت تقرأ بعد التكبير تقرأ، وإن شئت تركع على طول ما في مانع. نعم.